أكثر من أي وقت مضى، أصبح تجاوز أزمة التغير المناخي يتوقف على توحيد جهود الأمم والتحلي بالمسؤولية الجماعية تجاه مستقبل الأجيال القادمة. لكن جدلاً ما يزال قائماً بشأن معادلة تقاسم هذه المسؤولية، طرفاه دول صناعية متقدمة ذات انبعاثات كربونية عالية ودول فقيرة تواجه تبعات بيئية كارثية. تتعالى المطالب بوجوب تطبيق نظام تعويض عن الخسائر لمساعدة الدول المتأثرة في التكيف مع الواقع المناخي الجديد، وتذهب بعض الدول لأبعد من ذلك، منتقدة سوء استغلال الموارد الطبيعية والمعادن من قبل الشركات الكبرى وفضائح صفقات دفن النفايات الصناعية التي شكلت إفريقيا أكبر مسارحها. ويسود امتعاض لدى الدول الفقيرة تحت مسمى اللامساواة البيئية، إذ ترى أنها غير ملزمة بشروط خفض الانبعاثات الكربونية ذاتها مع الدول الصناعية الكبرى. وبين الطرفين يطل النشطاء البيئيون ببصيص أمل في أن يمكن العهد المنشود للانتقال الطاقي من جمع العالم من جديد عند نقطة انطلاق واحدة، غير أن هذه المرحلة لا تخلو من الشروط الضامنة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، في مقدمتها منح الدول النامية منفذاً إلى التكنولوجيا المتعلقة بالنجاعة الطاقية، والأهم الاندماج المباشر في جهود حماية الثروات الطبيعية المشتركة كتأمين الغذاء لملايين الأشخاص في المناطق المهددة بالجفاف وحماية الغابات والمحيطات التي تعد العامل الأهم في تعافي كوكب الأرض والحفاظ على استقراره.